على الكتل السياسية والأحزاب أن تعرف العراق أكبر من عندنا كليتنا، يجب التنازل ويجب ما نسمح للاستمرار بهذا الهدد. بلد صار له سنة ونص، سنة وشهر من عمر الحكومة السابقة، حكومة عادل عبد المهدي ما مضى بأي مشروع ولا قدم خدمة لبلده، وهاي الخمسة أشهر مرور خمسة أشهر على الثورة وحالة طوارئ بالبلد، فعليهم أن يتنازون غصبا ما عليهم، ارضاء للعراق وللشعب العراق، وخلي يخلون بحساباتهم. هاي الناس طلعوا وتركوا اعمالهم، واللي كان صحته سيئه صارت اسوء، والحالته المعيشيه كانت سيئه صارت اسوء. خمسة اشهر استنزفوا. انا اعرف ناس جاي يداينون الكرو ويجون، حتى نكون واقعيين، لان الثائر حامل صفتين، المصداقيه والواقعيه. واتوقع ان شاء الله هتوقع بخروج طبقه سياسيه حريصه على العراق باصغر مفصل الى اكبر مفصل ان شاء الله. الوزاره الفاسده استقالت، يعني لا باس، هذا شيء واحد فقط. وبعدين شرعوا قانون انتخابات من دوائر انتخابيه، والفائز للاعلى صوت ايضا، هذا شيء ثاني ايضا لا باس به. وبعدين مفوضيه انتخابات من القضاة، هذه الشيء الثالث الذي كان يطالب به المتظاهرون. الذي بقي الآن هو إلقاء القبض على القتلة القناصين الذين قتلوا 600 إنسان عراقي منتفض متظاهر. هؤلاء مرتبطين بالخارج ومرتبطين بالميليشيات التي يعني غير منضبطة وليس ولاؤها للعراق. يجب أي حكومة سوف تأتي يجب أن تلقي القبض على هؤلاء القناصة وتقديمهم للمحاكمة، بعد ذلك أن تجري انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، وتكون حرة نزيهة 100%. إحنا رسالتنا لكل العالم نناشد الأمم المتحدة بالتدخل السريع، ونناشد المجتمع الدولي، ونناشد من منظمة حقوق الإنسان العالمية، ونناشد كل الخيرين والشرفاء من أجل التدخل السريع من أجل تلك الحكومة الفاسدة القتلة المجرمة الوحوش الإرهابية الذين قتلوا العباد ودمروا البلاد ونهوا البلاد. كفى قتلا وظلم. ماذا قدموا 16 عاما؟ ماذا قدموا غير الفقر والظلم والقتل والإرهاب؟ وهؤلاء الشهداء الذين سقطوا من أجل وطنهم كلهم بذمتهم، كلهم مسؤولين هم عنهم هؤلاء الشهداء. وكفى قتلا واعتقالا بهؤلاء الناشطين والاعلاميين وقتل هؤلاء الشباب الذين هم في ساحه الخلان وفي جسر السنك. يعني جاي يشيشون تظاهرات الشعب بموضوع الحكومه الانتقاليه وموضوع الحصص بالوزارات، هي حكومه انتقاليه 6 أشهر تحضر الانتخابات مبكره، هذا واجبها باشراف الامم المتحده، تهيئه مراكز انتخابيه، تزويد المراكز الانتخابيه بكاميرات، فقط هذا واجبها. مجلس النواب المفروض عليه سيقر قانون الانتخابات الجديد، هذا واجبه. حل مجلس النواب؟ نعم، حل مجلس النواب، لان مجلس النواب الظاهر ما يريد الوضع يستقر، يريد يبقى هذا الفراغ موجود، يريد يسيس المظاهرات. لا رئيس وزراء، لا برلمان، لا شيء، لا شلح، كل شيء ما نريد احنا. تجاره. احنا شنو ذنبنا مبيوعين؟ احنا تجاره. تجاره. احنا صار لنا 5 أشهر نصيح سلميه سلميه سلميه. صياح السلميه طقان بكاتم، صياح السلميه طقان بسكينه. شنو انتخبناهم احنا تورطنا؟